الطفل ويليام يجمع السويديين والنهاية مأساوية. بحر البلطيق يزدحم بالبوارج العسكرية، مناورات على الضفتين. شكراً لأنك تقدم معلومات صحيحة في طلبك، مع أن نتأكد من أن المعلومات صحيحة. لايكا موبايل، أرخص إنترنت واتصال داخل السويد. تريم تاب، شارك في رحلة نجاحنا. SA موبلر. هاي ستار كول. من ستوكهولم نرحب بكم، معكم ليندا الجنابي. الجو السياسي المتوتر في منطقة البلطيق بعد الحرب في أوكرانيا وتقديم السويد وفنلندا طلب عضوية الناتو يأخذ منحا عسكريا على ما يبدو. البحر يزدحم بالسفن والبوارج الحربية في مناورات على ضفتي البلطيق. اليوم أعلنت روسيا بدء مناورات عسكرية كبيرة، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن سفن أسطول البلطيق الروسي ستنفذ تدريبات على الدفاع عن الممرات والقواعد البحرية في منطقة ذات أهمية استراتيجية. تقارير إعلامية تحدثت عن مشاركة 60 سفينة و40 طائرة في المناورات. المناورات الروسية تتزامن مع مناورات البلطيق بالتوبس التي تشارك فيها 16 دولة بينها السويد وحلف شمال الأطلسي ناتو. إضراب قد يشل حركة الطيران في السويد بنسبة كبيرة. اليوم قدمت نقابة طياري شركة ساس إشعاراً بعزمهم تنفيذ إضراب عن العمل اعتباراً من 29 من يونيو الحالي. رئيس نقابة الطيارين مارتن ليندغرين قال إن الإضراب يمكن أن يؤثر على حوالي 250 رحلة جوية و45 ألف مسافر يومياً، الأمر الذي يهدد رحلات كثير من السويديين في موسم العطلة الصيفية. وسيشارك في الإضراب المفترض نحو 900 طيار في الشركة. ليندغرين قال إن المسؤولية تقع على عاتق إدارة ساس لتجنب الإضراب، متهماً الشركة بالتضييق على الموظفين. الخلاف بين النقابة والشركة يعود إلى تعطل المفاوضات بين الطرفين على الرواتب والعلاوات، الأمر الذي أدى إلى انتهاء صلاحية الاتفاقية الجماعية نهاية مارس الماضي. الشركة تعاني حالياً من نقص في الموظفين، كما وضعت خطة لخفض التكاليف السنوية بمقدار 7.5 مليار كرون بحلول العام 2026 للحد من خسائرها المتأثرة بأزمة كورونا والحرب في أوكرانيا. الطفل ويليام من أصول مهاجرة أثار تعاطفاً كبيراً في السويد بعد أن فقد منذ مساء أمس من أمام منزله في مدينة سودرهامن. عمليات بحث كبيرة جرت عن الطفل البالغ من العمر 3 سنوات وسط اهتمام إعلامي وشعبي واضح، غير أن النهاية كانت مأساوية، حيث أعلنت الشرطة ظهر اليوم العثور على الطفل متوفياً وسط المياه قرب منطقة تخييم. متحدث باسم الشرطة قال إنها أخبار مأساوية نعلنها، لقد عثرنا على الطفل لكنه للأسف ليس على قيد الحياة. أخبرنا الأقارب ونواصل التحقيق، لكن لا شكوك حتى الآن بحدوث جريمة. قبل ذلك بساعات قليلة كان جد الطفل يمني النفس بالعثور عليه، متحدثاً عن الحالة الصعبة التي تعيشها أمه منذ اختفائه. الجيران أيضاً تحدثوا عن صدمتهم بفقدان طفل صغير كان قبل ساعات يلعب مع أبنائهم. رئيس حزب المحافظين أولف كريستيرشون يتصدر إلى جانب رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون قائمة رؤساء الأحزاب الأعلى دخلاً في السويد. إجمالي دخل كريستيرشون السنوي بلغ 2,208,000 كرون، وهو مبلغ مساو تماماً لما تحصل عليه ماغدالينا أندرسون شاملاً راتبها كرئيسة وزراء. معظم قادة الأحزاب يحصلون على مبالغ أكثر بكثير من راتب نائب البرلمان البالغ 858,000 كرون سنوياً، باستثناء رئيسي حزب البيئة ورئيسة اليسار. ورغم أن جميع نواب البرلمان ملزمون بالإبلاغ عن دخلهم، فإن تحقيقاً أجراه التلفزيون أظهر أن 3 من رؤساء الأحزاب لم يفعلوا ذلك، وهم قادة المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين وأستيا. استطلاعات دولية أظهرت أن الشفافية متدنية في السويد فيما يتعلق ببيانات السياسيين المنشورة علناً على الإنترنت. تجري مفاوضات حالياً للاستحواذ على شركة رامسي هيلث كير العملاقة للخدمات الطبية في مدينة يوتوبوري.
تجمع استثماري يتكون من صندوق استثمار حكومي مملوك لإمارة أبوظبي مع جهات استثمارية أخرى قدم عرضاً للاستحواذ على شركة بقيمة 140 مليار كرون سويدي. العرض يعتبر أعلى بنسبة 37% من القيمة السوقية للشركة. وبعد إعلان العرض ارتفع سهم الشركة بنسبة 30%. وتملك رامسي شركة كابيو السويدية ومقرها في يوتوبوري التي تدير في البلدية 8 مراكز صحية مسجل فيها 79 ألف مريض. الحكومة السويدية الحالية التي يقودها الاشتراكيين الديمقراطيون تعارض مبدأ الخصخصة ولا تشجع على امتلاك قطاعات الصحة والتعليم من قبل شركات خاصة أجنبية. للمزيد من الأخبار والتفاصيل لا تنسوا زيارة موقعنا الكومبيس.سي. أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء. لايكا موبايل، أرخص إنترنت واتصال داخل السويد. تريم تاب، شارك في رحلة نجاحنا. أس إي موبلر. هاي ستار كول.